تصور جديد للتربية والتعليم Learning World بالتعاون مع وايز بمبادرة من قطر فاونديشن. تحفيظ الحقائق والتواريخ والشخصيات طريقة قديمة لتدريس التاريخ. الآن هناك طرق جديدة لجعل دروس التاريخ أكثر جاذبية لنتعرف على بعض الأمثلة المثيرة للاهتمام. الرحيل عبر الزمن أمر مستحيل، بين أن تدريس التاريخ من خلال زيارة الأماكن أحد السبل لإعادته إلى الحياة. لنشاهد هذا التقرير من المجر. اليوم في إحدى المدارس الثانوية في بودابست، درس التاريخ يتطلب الاستعداد بشكل خاص لأنه سيكون خارج الصف. الطلاب سيقومون بزيارة نظمتها إحدى المنظمات. إنها طريقة عملية لتدريس الحرب العالمية الثانية ودور المجر فيها. بالقرب من الطريق القديمة للسكك الحديدية التي شيدت في الأربعينيات، هناك بنايات كانت تستخدم كسجون سرية أثناء الحقبة الشيوعية. أعتقد أن التعلم من خلال التجوال أفضل من الطريقة التقليدية في الفصول الدراسية. المواقع الأصلية تمنح شعوراً أقرب للواقع. الشباب يتعلمون الأشياء التي تبدو مجردة وبعيدة عند قراءتها في كتاب مدرسي. خطوة خطوة، المعلمون والطلاب يتعرفون على بودابست مختلفة. آثار الماضي الرهيب أزيلت بيد أن الذاكرة باقية. سننظم ما تعلموه هنا حين ندرس هذا العصر لاحقاً. بفضل هذا الأسلوب، المعارف التي حصلوا عليها ستعني لهم أكثر. المجر لعبت دوراً مثيراً للجدل في الحرب العالمية الثانية، لأنها كانت إلى جانب ألمانيا النازية، تعرضت لقصف مكثف عند اقتراب السوفيت وقوات الحلفاء. تم تشييد هذا المستوصف العسكري في الحرب العالمية الثانية، بيد أنه استخدم أيضاً كملجأ خلال الغارات الجوية. جميع المعلومات المتعلقة بهذه الفترة تدرس بالتفصيل. والدة جدتي بلغت سن 103 أعوام، إذا إنها عاشت بعض الأحداث. أعتقد أنه من المهم معرفة كل هذه الأشياء. درسنا القرن العشرين في الصف. من الجيد أن نرى هذه الأماكن والمناطق المحيطة بها. دراسة التاريخ من خلال زيارة الأماكن أمر جيد، بيد أن لكتب التاريخ دور قيم أيضاً. كيف نستطيع أن نعرف ما حدث قبل آلاف السنين؟ هل من الصعب توثيق الماضي لتأليف كتاب عن التاريخ؟ لنشاهد هذه التجربة التي قام بها أحد المدرسين في اليابان مع طلابه. إنه استخدم أحدث التقنيات للتعرف على الماضي. كيف يمكن أن يهتم طلاب الدراسة المتوسطة بدرس عن روما القديمة؟ في المدرسة الدولية في فوكوكا جنوب غرب اليابان، مدرس التاريخ استخدم إحدى التقنيات الجديدة من خلال تنظيم مجموعات لتأليف كتاب إلكتروني عن الكولوسيوم. من المهم جدا أن نبحث عن طرق لإثارة اهتمامهم. أعتقد أن هذا المشروع يؤدي الغرض. بحثت عن تمارين يمكن أن تخلق للطلاب المتعة من خلال الكتابة، وليس من خلال البحث فقط، التمتع من خلال البحث والكتابة. بحثت عن مشروع يحقق لهم الشعور بالفخر بإنجازاتهم. هذا الكتاب الذي أنجزه الطلاب متوفر الآن على الإنترنت مجانا في 51 بلد آخر. الطلاب هم الذين حرروا في مجموعات، هم الذين حددوا الفصول. أحد هذه الفصول مثلاً يتحدث عن الألعاب، إنه يتحدث عن مصارعة الثيران والحيوانات البرية. استمتعت حقاً بالكتابة من خلال البحوث التي قمت بها، تحريرها لتحسينها. أحببت أيضاً فكرة توفير الكتابة إلى بقية دول العالم، توفيره في 51 بلد آخر.
بتوجيه من مدرسهم الطلاب يشاركون بجزء من درس التاريخ. هذه المسؤولية لها بعد مهم. فكرة الكتابة على الحاسوب أمر جيد. بعد أن العمل مع طلاب لا أعمل معهم عادة كانت فكرة رائعة أيضا. إنجاز ونشر الكتاب معا شعور رائع. طبيعة الموضوع أرغمت الطلاب على التأكد من المعلومات المتناقضة وفقا للمصادر. في الواقع هؤلاء الطلاب ساهموا في كتابة التاريخ. أغلب الأحداث التاريخية تكتب على الحجر، البعض منها تكون عرضة للتأويل أكثر من غيرها. في الولايات المتحدة في إحدى المدارس الثانوية الطلاب يشاركون في تفسير الوثائق القديمة لتقريب درس التاريخ من العصر الحالي. في ثانوية أراغون في سان ماتيو في كاليفورنيا هذا المدرس يحضر درساً عن أزمة الصواريخ في كوبا، إنه أحد مواضيع الحرب الباردة. يريد أن يقدم لطلابه الوثائق المتعلقة بتلك الفترة، المقارنة بين بعض المصادر من بينها ما نشر في صحيفة واشنطن بوست وأحد التسجيلات الصوتية في البيت الأبيض مع الرئيس كينيدي وإحدى البرقيات المرسلة إلى موسكو من السفير السوفيتي في الولايات المتحدة. حين بدأت التدريس تصورت أن الأمر يتطلب معرفة الكثير من المعلومات والتحدث كثيراً إلى الطلاب الذين يصغون ويدونون الملاحظات لقراءتها قبل الامتحان. لاحقاً أدركت أن الأمر لا يتعلق بهذا. هذا المدرس يستخدم طريقة تسمى تعليم التفكير التاريخي، وضعها أستاذ من مدرسة للتربية والتعليم في ستانفورد. إنه يتحدث مع طلابه كما لو كانوا مؤرخين. حين يحاول المؤرخون تحديد ما حدث دون العثور على معلومات ومصادر أرشيفية في المكتبة، عليهم الإجابة، عليهم اتخاذ المبادرة للتحقق. على الطلاب أن يقرأوا ويحللوا الوثائق للمقارنة وإيجاد الحقائق التاريخية. المحتوى هو وسيلة للوصول إلى شيء آخر. نريد أن نعلم الشباب كيفية التفكير بشكل نقدي. هذا لا يعني أن المحتوى ليس مهما. الوعي الثقافي ومعرفة ماضي أمتنا والعالم أمر مهم جدا لا نستغني عنه، بيد أنه ليس الغرض النهائي. الأسماء والوقائع والتواريخ ليست الأشياء الوحيدة التي نتعلمها هنا. الأستاذ يعترف بعدم إمكانية اتباع هذه الطريقة في كافة المواد، لذلك عليه الاختيار من بينها. قد أتمكن من إجابتهم خلال 5 أو 3 دقائق، لكن من منهم سيتذكر من بعد؟ من سيتذكر الإجابة في الأسبوع المقبل خلال الامتحان؟ من خلال البحث والاستفسار سيتذكرون. وفقاً لدراسة في ستانفورد هذه الطريقة أتاحت للطلاب تحسين مهارات القراءة والفهم، بيد أنها لا تزال هامشية في المدارس الأمريكية. هل أنتم من المهتمين بالتاريخ؟ كيف كانت دراسة التاريخ في مدارسكم؟ شاركونا بأفكاركم على صفحاتنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. هذا كل شيء هذا الأسبوع. إلى لقاء قريب. Learning World بمبادرة من وايز بالتعاون مع قطر فاونديشن.